سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل اقتطاع المال على تطبيق كومسياج. قم بالضغطون على ضبط الإعدادات، سوف نضغط على تطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة شغل الواي فاي خاص بكم. بعد سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديث قم بالضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم السياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.